مرحبا، كيفكم؟ معكم لانا Operations Manager من Imperium Group. اليوم بدي أخبركم عن بعض المعتقدات اللي بتجوا لعنا حاملينها ونحن دايما بنغير لكم اياها. اول معتقد دايما بتجوا لعندي بتقولوا لي انه نحن لازم يكون عنا ستايل واحد لكل البيت، وانا رح اقول لكم دايما لا، مو بالضروره يكون عنا نفس ستايل بكل البيت. قد تاخذ المجالس ستايل معين، غرف النوم الاطفال ستايل ثاني، وقد يكون عنا غرفة النوم الرئيسية كمان ستايل مختلف تماما. ولكن لا ننسى انه لازم يكون في هارموني بكل المساحات الداخلية يلي كمان لازم نحن نربطها مع التصميم الخارجي للفيلا واللاندسكيبينج. كمان واحدة من الشغلات اللي دايما بتجوا لعنا وبتتساءلوا كتير عليها، هل نحن بنقدر نحقق تصميم موجود بصورة انتو جايبينها بالمكان الخاص فيكم؟ للأسف انه مو بالضرورة دايما بنقدر نحقق هذا الشيء، ولكن الفريق تبعنا قادر انه يحول كل افكاركم لحقيقة بما يتناسب مع المكان ومع البادجت يلي انتو جايين فيه. اخر نقطة كمان بدي احكي عليها هي موضوع الترند بالانتيريور ديزاين. هلا ترند النيو كلاسيك وترند الكونتمبرري، عندي شوي من الكلاينتس بيحبوا الكلاسيك البيو كلاسيك لايك فرنش او ايطاليان كلاسيك، بس انا دائما بنصح العميل يتروى دائما وياخذ وقته باختيار الترند المناسب له وللايف ستايل تبعه. لانه انا وقت عم صمم مكان، انا عم صمم مكان هذا لحد الفتره طويله من الزمن عايشين موجودين نحن فيه، وانا ما بقدر اغير هذا الشيء بسرعه والا هذا الموضوع رح يكلفني. فدايما بنتروى نحن باختيار الترند المناسب لنا لحتى تكون مناسبه لللايف ستايل تبع حياتنا. انا بقدر اعمل جو عام كلاسيكي، وبقدر ضيف عناصر من الاضاءه والاكسسوارات والمفروشات تكون بالموضه وترندي، وبالتالي وقت بدي اكون عم غيرها بعد فتره من الزمن بس انا مل منها ما اكون عم حط بادجت من اول وجديد. ان شاء الله كون فدتكم بهذا الفيديو. بليز اذا عندكم اي اسئله اكتبوا لنا بالكومنتس او بعثوا لنا مسج ونحن بنرد عليكم اكيد. شكرا لكم ويوم سعيد.